السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، اموركم مزيان؟ كنتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير. فيديو جديد ونهار جديد، كنتمنى انكم تكونوا ناشطين وضاحكين وماشطين وتكونوا سانك سانك البنات. المهم البنات، اليوم فيديو جديد كيف ما كتشوفوا. الصراحه هاد لا فيديو هذا سجلوا الزوج ديالي اللي من هاد المنبر هذا كنقول له شكرا لك بزاف بزاف لهلا خطك عليا، والهلا يحرمنا منك، والهلا يحرمنا من دوك الشهيوات اللي كتصاوبنا مره مره الصراحه الله. المهم فاش كيحدا كيصاوب شي حويجات زوينين الصراحه الله. المهم دابا كيف ما كتشوف معايا غادي نقدموا معاكم المايونيز البنات، مايونيز مختلف بمذاق رائع صراحه غادي يعجبكم البنات. هاد هاد المايونيز هذا البنات كنقدموه يعني مع لانغوس او مع العقرب البنات، كيف ما كتعرفوا بان الوقيته ديال البرد ان شاء الله بحول الله كيكون العقرب يعني متكاثر. هو دابا كان عندهم لانغوس وبغى يقدموا بهذا المايونيز هذا، يعني بغاو ياكلوا بهذا المايونيز هذا، وجا كيصاوبوا قلت له ضروري غادي تسجل لي لا فيديو باش نشارك هذا المايونيز مع البنات. المهم نبداو ان شاء الله على بركه الله في المقادير البنات. المهم غادي يدير جوج بيضات كيف ما شفتوا، غادي يزيد واحد القريصه ديال الملح، وغادي يخلي الخليط يعني كيطحن مزيان مزيان حتى يضعف الحجم ديالو. ومن بعد كيف ما كتشوفوا غادي يزيد جوج معالق صغار او معلقه كبيره ديال الخل، وغادي يزيد لا موطارد البنات كيف ما كتشوفوا عنده ساشيات، ولكن نعطيكم المقدار تقريبا واحد المعلقه كبيره. ومن بعد مره مره كيبقى غيبقى يزيد واحد الكاس كبير ديال العنبه ديال الزيت الروميه. صافي هادو هما المقادير، غتبقاو تخلطوا كل شيء يعني مزيان 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 حتى يبان لكم تكاتف يعني الخليط ديالكم حتى يعقد. ومن بعد غادي يزيد واحد ثلاثه ديال الفرماجات البنات، هذا هو السر ديال هذا المايونيز اللي كيجي في الصراحه والله ما تشبعوا منه، ولكن هو كيتقدم مع هاد الحويجات هادو. بغيتو توجدوا حتى يعني بغيتو تقدموا حتى مع السلطه ماشي مشكل، ولكن حنا كنصوبوه يعني باش كيتقدم مع كيف ما قلت لكم مع العقرب او لانغوس ولا هاد الحويجات هاد الحوت بحال هكا هاد فواكه البحر عفوا. المهم البنات كيف ما كتشوفوا مهم قرب يسالي قرب سالي يعني الطريقه ديالو. من بعد البنات غادي يزيد الفرماج. المهم هنا هاد اللقطه راه تقطعات له، ولكن انا غادي نقول لكم يعني في الاخر غادي يزيد واحد ثلاثه ديال الفرماجات البنات، فرماج كيري او لافاج كيري او اي فرماج عندكم البنات، باش داك الساعه غادي يولي متكاتف مزيان مزيان، وما غادي يسالي ان شاء الله، وغادي يخوي في الطبيصير، وغادي تشوفوا كيفاش جا هذاك المايونيز. الصراحه راه ما تشبعوش منه، جربوا الطريقه ديالو وما تبخلوش عليا البنات بلي لايكات ديالكم وبارطاجيو هذا لا فيديو، كنتمنى انكم تبارطاجيوه بزاف بزاف، وكتبوا لي في التعاليق الا جربتوه كي جاكم. المهم البنات غادي نخليكم وغادي نقول لكم تهلاو ليا في راسكم حتى نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو بحول الله ان شاء الله ان شاء الله عما قريب. خليتكم على خير. والمداد المداد يا رسول الله، اسقينا بالمداد يا حبيب الله. والمداد المداد يا رسول الله، اسقنا بالمداد يا حبيب الله. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد على والمداد المداد يا رسول الله، اسقنا بالمداد يا حبيب الله. والمداد المداد